علي وعيال، بس راح اشوفكم الملابس اللي صغيرة علي والنظيفة والحاش. هسا احنا تعال نشوف شكل صغير علي الملابس. هذا كان صغير علي من الرجال، ومهذب من الرجال صار علي يعني، فهم صغير. المهم شوفوا جايز، هم بعد ترى جديد نظيف يعني، يعني الملابس هيجي مرتين هيجي. وهسه اللبس الثاني شنو عندك ماما؟ هواي قمصان. هاي البدلة صارت صغيرون عليك. هاي البدلة مقلوبة من وجهك. هاي الشيء هنا. طبعا ما فتحتها. هذا اللي حطه على الكتف. هاي البدلة صارت صغيرة علي. وراح احطيها بنازلة وانا خليتي فاتحة. وهسه نشوف الشيء الثاني. هذا القميص حلو هماتين عافية. هذا حطيه اثنين صغير وانا عم تفرح بيه لانه ما صغير. طبعا انا عم لابس تحت هو يعني هيجي قليل لابس ما يخالف ماما. وهذا هو يلا هذا في كم نوع. ولما هسه الشيء الرابع هذا عندك القميص الاصفر. اي هذا طبعا حلو. هذا هو اي ما يخالف ماما هذا صار صغير عليك. وبيها هيك. وهسه الشيء الخامس عندك شوف هذا طبعا عندي هذا ولا مرة اللي بس ده هذا يعني من اشترينا من جديد. هسا شايف بس صار علي صغير يعني هذا ولا حاطه ربيعه صغيره مهندسه. وهسا نشوف الشيء الساعة هذا اي هذا صغير عليك. هذا صغير هو فيك يعني هيك تنشد ورده هنا. هذا هو ربي فيك منه. انا لابسه هم حلوه راح احطيها نزله صاحبي. هذا هو عندي تنورات. هاي التنورة صارت صغيرونة بس شوف ايش قد حلوة تبقى هي اي. وهاي هم راح بعد عندك تنورة اي طلعيها ما دام ما تلبسيها. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. باي.